السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله خيركم. علي ابو عطوان من دراجون يراككم حلقه جديده. طبعا اليوم جايبكم انبوكسنج لافضل قطعه تصوير بالعالم. نعم، افضل قطعه تصوير بالعالم اللي هي الجاتو جيم كابتشر الجاتو اتش دي برو 60. هذا طبعا الاصدار شباب هو يختلف عن باقي الاصدارات، لان كل الاصدار من عندهن اللي تذكروا اللي هو جيم كابتشر القديم اللي هو صار هذا صورته قدامكم. هذا الجهاز يسجل البلاي ستيشن 3 و1 والبلاي ستيشن 3 عفوا واكس بوكس 360. البلاي ستيشن 4 بي شويه مشاكل لكن جودته يعني زينه، بس اللي من اجى الجيم كابتشر الجديد الجوده مالته تقريبا احسن من القديم باكثر، يعني بضعف تقريبا، لكن صار 60 يعني 60 فريم صار به بدل 60 فريم. لكن المشكله اللي يواجهوها هواي شباب عندهم اللي هي مشكله التسجيل، اللي هي مشكله الديلي، يعني اكو تاخير بالصوره. يعني مثلا لازم تلعب على شاشه لوحدها مال لعبه، شاشه لوحدها، وتلعب على كمبيوتر شاشة تسجيل لوحدها وشاشة اللعبة لوحدها. ليش؟ لما تقدر تسويه يعني اكو تأخير تقريبا ثانيتين، يعني اذا دوس دقمة اكس تعمل تقمز ورا ثانيتين يلا يقمز، يعني اكو تأخير بنفس السالفة، فلازم تلعب على شاشة التلفزيون لوحدها والتسجيل لوحده. هاي شغلة. الشغلة الثانية شباب، بعد ما شركة نزلت جيم كابتشر هذا الجديد اللي هو صغير هذا صورته قدامكم اللي هو 60 فريم اللي بيه تأخير ثانيتين، نزلوا واحد ثاني ما بيه تأخير سموه اس 60، يعني اعتقد قصدهم اصدار الاس، يعني بس اللي هو مقصود به همين 60 فريم، يعني شنو يكون، يعني يكون زيرو ديلي، يعني ما بي تاخير، اللي هي اخر قطعه تسجيل مالتهم اللي هي جيم كابتشر 60 اس. لكن وراها اكو قطعه تسجيل نزلت هي اقوى قطعه تسجيل من عندهم كلهن. ليش؟ لان ديش تدخل بلتن بالجهاز. ما طول عليكم هذا الانبوكسين، خل نفتحها استفتحها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة سهل، يقولوا لها بعطوها من قناة أرواح اليوتيوب، والله هذا سعره 200 دولار، 200 يورو اللي مطلع من اليوتيوب تقريبا 70 يورو، 70 دولار مال شهرين، وضفت عليها من الشغل ما ترى اشتغله وهذا. ويقولوا ليش ابعوا تخلي رابط بها اعلانات، انا مود شويه تساعدوني انه ما اصرف من جيبي، دا اصرف كله من فلوس الشغل مالتي اللي اشتغله يعني. ف يعني شو اسمه اليوتيوب ما اقدر استفاد منه صراحه، فيعني هيك شيء. اوكي، ما اطول عليكم، خلينا نفتح شو اسمه. حلو، هاي فتحنا الصندوق، راح نفتحه نشوف شكل جوا. لا شقياكم شقيا اقول لك. المهم هاي فتحنا الصندوق قدامكم، راح نشوف شنو الشغلات اللي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مسوده هوائيه، مسوده هوائيه شنو؟ وهاي قطعه تسجيل قلت لكم عليها شباب اللي هي الجاتو 60 اتش دي جيم كابتشر اتش دي 60 برو اللي تدخل بلتن بالكمبيوتر. وهاي اوراق خشمروني بها عم اشتري بعد غرام من عندهم. حضرت الجهاز، هاي مثل ما تشوفون قدامكم حضرته. طبعا الحمد لله وشكر الجهاز ب يعني شلون اقول مواصفات كلش حلوه، راح اذكركم اياها بعدين. المهم خلينا نفتح الجهاز هذا الجيم كابتشر برو. اذا تلاحظون اكو بي صوره مال توم رايدر الجزء الثاني، انا ما ختمته حرامات والله، لان يعني لعبته ووقفته لان صراحه مشاهدات قليله عليه، لان تدرون مثلا اذا مثلا يشوفوها السلسله بعد غير قنوات، فبعد ما يجون يشوفوها عد يعني يقول لك شفناها بعد ليش نرجع نشوفها من جديد. المهم فوقفت السلسله، شفت مشاهدات كلش ضعيفه. على كل هذا الباكيت فتحناه، وهسه هذا حنفتح. ها اذا تلاحظون هنا شباب، هذا هذا هو المدخل مال الان اللي هو يدخل، يعني الكيبل جاي من الكونسول اللي هو اكس بوكس 1 او بلاي ستيشن، يدخل هنا بعدين المخرج اللي هو من هنا ويروح قبال للجهاز. حلو، اوكي هاي فتحناها. هنا اذا تلاحظون هم مخلينا جيم كابتشر، حتى اكو البرنامج مالته اللي انا افتهمت من عند البرنامج مالته تقدر تخلي تستعمله حتى كروما، يعني تقدر تصور به اللعبه وكامله كامله مكمل هو يا مع كروما مع كل شيء. يعني الباب انفتح. حلو. ها اوكي، ها
انفتحنا هي سبنا هذا هو الجهاز. وهنا اذا تلاحظون التعليمات يقول لك لازم تركبه بالجهاز بالحاسبه من ورا، بعدين تقدر تربطه على راسب لك بلاي ستيشن 1 او اكس بوكس، وتدخل على الموقع حتى تحمل الابديت مال الكارت الشاحن مال القطعه قطعه التصوير. هذه شباب هي قطعه التصوير، هسه راح افتحها بعد. اذا تلاحظون يا شباب انه هي هذه هي اي صح هيك، وهذه هي من لما تتركب بالجهاز يعني تتركب بالقطع. هسه راح اركبها، وهنا راح نشوف شنو محتويات الجهاز. ها هنا اذا عندك انت مثلا الكرت مات، اذا عندك مثلا كيس ميني بحيث يعني مو طويل فيقدر يدخل هنا يعني راسا تركب هاي القطعه عليه. مزودينه بكيبل اتش دي ام اي 1 زين. وهذه محتويات الصندوق. هسه خل نركب القطعه قدامكم. اوكي اول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صار تراب هواي على الجهاز. هذا كرت الشاشه مالتي اللي هو جي تي اكس 980 تي. اول ما اشتريته وقتها كان يعني تقريبا اتوقع كان وقتها اقوى كرت شاشه وقتها يعني ذاك الوقت يعني بالانفيديا مو بالاي ام دي، بالانفيديا اقصد وقتها لما اشتريته. اوكي هنا أنا حلو، هنا أنا هاي قطعه تسجيل. انا اذا افكر اركبها، اذا قلت اذا اركبها جوا، اذا فكرت اذا اركبها هنا مثلا ما راح تحصل حراره من جوا الجهاز. جزء حصل حراره من فوق، اركبها هنا أنا افضل اتوقع. هنا أنا اكون هنا اي والله هذه قطعه هذه هنا اكو مكان اسود اتصور هنا تركب. اي هنا أنا اتوقع تركب. فنشلع يا هي بالضبط، نقول اذا اركبها هنا أنا لازم نشلع. هذه حلو. السبب شباب اللي يخليها زيرو ديلي انا اتوقع يعني حسب فهمي البسيط انه بما انه هي حتركب مو دايركت على المذر بورد، يعني ماكو توصيلات او كيبل مثلا او تعريفات او شيء، لا دايركت راح يربط يربط يعني حاله حال. خلينا نقول حباب يصير حاله حال كرت الشاشه يعني حيصير بالضبط. اوكي هنا أنا هذا حنركبه هنا بالضبط. هسه راح نرجع نقبق الغلاف ونرجع نقبق الغلاف ونرتب كل شيء ونرجع نستعمله ونشوف الامر. مثل ما تشوفوا قدامكم شباب هذا البرنامج قاعد يصور البلاي ستيشن 4 ماتي. طبعا صراحه هذا مو البرنامج، هذا الجادو بلاي قاعد يصور البرنامج. مثل ما تشوفون يمنى يسرى يمنى يسرى، يعني كل ما يعني جزء من الثانيه ما يتاخر، كلش سريع صراحه. جو يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى يسرى ما شنو، يعني اقدر اسوي كل شيء وما احس بتاخير بالتسجيل. اقدر يعني ماكو داعي بعد شاشه التلفزيون، تقدر تلعب قبل على شاشه التسجيل مباشره، مو عكس باقي القطع التسجيل ما عدا قطعه التسجيل اللي هي اس اللي هي زيرو ديلي مثل هاي البرو هم يعني زيرو ديلي. افضل قطعتين هي تقريبا وبالعالم يعني ماكو افضل من عندهم لحد الان يعني صراحه. هاي شغله. اكو بعد عندك مثلا اوريكم شغلات حلوه مثلا هنا الخصائص اللي يسجل لك اياها مال البلاي ستيشن. يعني هنا البلاي ستيشن 4 مالتي عندك تقدر تختار بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن اكس بوكس 1 عفوا 360 بلاي ستيشن 4 ايباد ايفون ايبود تاتش والوي واذر. الاذر يقصد به البي سي، يعني تقدر تسجل البي سي نفسه. تقدر ترفع هنا درجه الكواليتي مال مثلا التسجيل. انا هسه اسجل ب 60 ميجا بايت بالثانيه، يعني الساعه الواحده 27 جيجا ماكو، و60 فريم يعطيني ب 1080 بكسل، يعني اعلى جوده ممكنه على الاطلاق. هنا المايك مالتك، هنا اكو خاصيه جميله مثلا اللايف كومنتري لما تحكي يسوي هنا يسوي ريديوس، يعني يقلل صوت اللعبه مثلا حتى يطلع صوتك انت يبرز، ومن تسكت يرجع يعلى اوتوماتيك، فشيء جميل. واكو شيء بعد احلى من هذا كله، يعني مثلا بعد ماكو داعي واحد يشتري كاميرا من بلاي ستيشن 4 كمثال، مثلا نسوي هيك مثلا خلاص هاي الكاميرا مالتي، اكو هاي مثلا لعبه معينه
لها طارات، هي طارات خاصة، هاي كاميرا أقدر ماتي مال الجسم. هاي شوف هنا عندكم مثلًا جايسون في مال $100 ما $8 متبرع. هاي هنا إذا واحد يريد يتبرع للكومنتارية، مو مثل إحنا هاي نلغيها. إحنا بالعراق عندنا ما حد يتبرع، لأن إحنا نطق فاوي. المهم عندكم مثلًا هاي ال هذا الإطار هم حلو، كلش مرتب. اطارات كثيره اكو يخليها مثلا حتى يشوف عندك هذا الاطار مال فارك راي. ها هنا لقيت سنس تقدر مثلا تضيف الفارك راي، يعني مثلا انا اضيف هاي اطار خاص بفارك راي، اقول له جيت ويا ويب كام سويه. شوفوا هذا هنا أنا. هنا أنا شو نسوي هذا الويب كام مالتي، نقول له طبعا عندي الويب كام مالتي مدى تشتغل ما اعرف ليش المفروض تشتغل الويب كام شلنا ايش قد عيب. اوكي اشتغلت الويب كام. مثلا شوفوا قدامكم تقدر تتحكم بهذا الاطار، تخليه باي مكان انت تريده، مثلا تخليه هنا، تخليه مثلا هنا او هنا مثلا نفرض، او لي فوق مثلا وتصغرها. ها هاي الاطارات يعني مثلا تخليه هيجي، وهذا شوفوا صارت هيجي. واقدر اخلي كروما ايضا يعني. شوف خلينا نشوف والله شنو الاطارات اللي عندهم الحلوه تقدر تضيفها للجهاز للبرنامج وانت قاعده تلعب. مثلا عندك اطار، خلينا ندور لنا اطار مال العاب. مثلا شوف عندك هاي بيب بوي، عندك اطار مثلا مال جي تي اي كرومينال ويا ويب كام. خلينا نشوف برا شنو. ها شوفوا هاي الويب كام صار مال شو اسمه ذولا جماعتنا الهتليه فرانكين وولكن و اسمه هذا نسيته. المهم ومايكل هاي عندكم. شوفوا اقدر ايضا اتحكم مثل ما قلت لكم بمكان الكاميرا، اكبرها، اقدر اصغرها، اسوي لها كروب. يعني شكو شيء يريد الكومنتير يقدر يسويه صراحه، ماكو شيء يعني يتوه عليه. يعني مثلا بعد شنو نقدر نخلي مثلا خلينا نشوف الاطارات الحلوه اللي نقدر نضيفها. وتقدر انت تصنع اطارات يعني ماكو داعي مثلا عندكم مثلا مال كريبر شنو هاي مال ماينكرافت مثلا، هاي ماينكرافت اتوقع. اي هاي ماينكرافت نشوف. هلا شوفوا هاي عندكم هاي مال ماينكرافت. يعني فالشي صراحة مرتب يعني. هنا أنا هاي مالتك الكروم هي مستوي لها هيجي. شنو؟ أول شي نقول هاي هنا حلو. هذا نكبرها هيج مثلا. هاي هيج نسويها. لحظة. إي هيج إي هيج. أها. وذيك بعد شنو؟ ندنيها منا مثلا. أها. نقول لها هيجي ونقول لها سيف. هاي خلاص صارت عندنا كاميرا فيس كام وبها اطار حلو، ونقدر نخلي ورانا صوره مثلا. شوفوا فشي مرتب يعني يضيف لك فد نكهه على الفيديو مالتك اللي انت تريده. اوكي شباب مثل ما شفتوا هاي نهايه الفيديو. بالله اكفد اطارات جديده نقدر نضيف صوره الويب كام نعدل عليها، نقدر خصائص الويب كام ندوس عليها هيك تطلع لنا الويب كام مالتنا. انا اعدل على الويب كام مالتي. هنا مثلا شنو تقدر خلينا نشوف بعد ماكو شيء مثلا جديد نقدر نجربه. اوكي هاي العاب ما اعرف شنو اكسبلورز شنو بالله طار. اوه يعني اكو طارات كثيره وتقدر تحملها اصلا من الانترنت يعني ما وتقدر تتحكم بكل شيء. اوكي شباب وصلنا لنهايه الحلقه. قبل ما انهي الحلقه للاسف الشديد البلاي ستيشن 3 مالتي صارت بي مشكله، انه هاي المشكله او هاي المشكله قدامكم جوا الصوره، هاي يسموها شاشه الموت الحمراء، واللي هي مشكلتها هم نفس مشكله الضوء الاحمر بالبلاي ستيشن 3 والضوء الاصفر يعني البلاي ستيشن يموت نهائيا لازم نشوف غيره. فانا بقيت انبش 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 الى ان جوا ولد مساعدني طاني افكار وما قدر خطيه يساعدني يعني ساعدني بس طاني افكار. ورحت ادور ايضا بالانترنت قمت الم منه ومنه لحد ما عرفت الحل وشغلت البلاي ستيشن 3. فاللي عنده مشكله بالبلاي ستيشن 3 مالته مثلا يطلع على الشاشه الحمراء مثلا هاي او ضوء احمر يشتغل بالبلاي ستيشن 3 او ضوء اصفر يعني الضوء الاحمر الموت مثلا، الحل اني كل سهل كان انه لازم تفسخ البلاي ستيشن مالتك تسويه قطعه تفسخه تدريج يعني لحد ما تطلع لك قطعه المذر بورد لوحدها تفصلها من حديتين وتنظفها زين وتخلي عليها معجون وهالشغلات وترتيبات وهذا، وبعدين من يشتغل الجهاز راح يصير ممتاز. اللي يريد يعني اللي يريد فعلا اساعده بهالموضوع اذا شفت عليه يعني مثلا هواي ناس يريدون هالموضوع اساعدهم به مو مشكله، يعني اقدر اسوي مثلا فيديو خاص بس ابين لكم ومع شغلات شلون تقدر تحل مشكله الضوء الاحمر او الشاشه الحمراء او الضوء الاصفر مال البلاي ستيشن اللي هو ضوء الموت يسموه.
هاي نهاية الحلقة إن شاء الله يا ربي. أني ها أكو شغلة بسيطة، البلاي ستيشن 3 ما أقدر أسجل منه حلقات لأن صراحة الوحيد هو من هذا الجهاز مثل ما تشوفون هنا التفاصيل أوريكم. الشيء الوحيد هو ما موجودها بالبلاي ستيشن 3 ما موجود. ليش؟ لأن بلاي ستيشن 3 مثل ما قلت لكم جزء أو قلت لكم ما أعرف إنه به حماية ضد التصوير. يعني مثلا إذا أنت مثلا يعني شلون أقول لك، إذا أنا مثلا يعني أردت خلك أكبر هيجي أوكي ها أقدر أسوي كروما، خلوا أوريكم شلون أسوي كروما. مثلا أي هاي كروماكي اي هاي هاي نقول له بيك هاي خلاص هنا تعدل عليها مثلا الكروما هيجي هيجي بس انا كل الكروما ما تتعبانه لازم ارتبها. تقدر تسوي مثلا بعد شين بالله هنا هيجي مثلا تسوي هيجي تسوي هيجي نزلها منها وبعد شنو ذاك الفوق مثلا يقول له سيف سيف هاي خلاص انت هاي كروما صارت عندنا ببطن البرنامج واقدر اصور والعب واسوي اي شيء اريده. مثلا راحت الجوستيك شوفوا اقدر اسوي اي شيء اريدها ما يعني عادي ماكو اي مشكله من الموضوع. اوكي شباب وصلنا لنهايه الحلقه. موضوع بلاي ستيشن 3 ان شاء الله اذا شفت الناس خطيه عندهم مشاكل جزء هذه الحلقه اشرح لهم كيف يحلون هاي المشكله. هاي وصلنا لنهايه الحلقه، مع السلامه.